عملية هدية نوعية باشرتها عناصر مصالحنا باستغلال معلومة ميدانية بتواجد أشخاص يقومون بتزوير ملفات قاعدية لمركبات منها سياحية ونفعية. بعد اختار وكيل الجمهورية المختص إقليميا باشرت عناصر مصالحنا التحريات، أين أسفرت العملية على وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظمة مختصة في تزوير الملفات القاعدية وتزوير الهياكل للمركبات. هذا الاختصاص امتد عبر الحدود الدولية إلى جانب بعض الولايات التراب الوطني لتكلل العملية باسترجاع 16 مركبة مع استرجاع ما يقارب مبلغ بالعملة الوطنية قدر ب 60 مليون سنتيم و 2000 دينار عراقي مع مختلف ملفات إدارية التي استعملت في عملية التزوير.